السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على غزة. نناقش اليوم تأكيد مراكز وبحوث غربية استغلال نتنياهو من ديمومة هذه الحرب لأجل بقائه في السلطة، وسط تجدد الاتهامات بشأن ارتكاب الاحتلال المجازرة ضد سكان القطاع وما يندرج ضمن جرائم الحرب. سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من جنين رئيس مركز جنين للإعلام الأستاذ عدنان صباح، وكذلك عبر سكايب من الضفة الغربية سيكون معنا مدير الأبحاث التطبيقية في القدس جاد إسحاق، وكذلك عبر الهاتف من إسطنبول المختص في الشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين العواودة. فاصل قصير ونبدأ معكم ومع ضيوفنا الكرام هذه التغطية. من جديد أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة الرافدين للحرب والعدوان المستمرة من الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، والتي دخلت يومها 86. معنا في هذه التغطية الأستاذ عدنان الصباح من جنين رئيس مركز جنين للإعلام. مرحبا بكم أستاذ عدنان. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، حياكم الله. لليوم 86 على التوالي يتواصل قصف الاحتلال الجوي المدفعي الذي يستهدف مناطق متفرقة مختلفة من القطاع. في هذا اليوم، اليوم 86، كيف تراقبون وتقرؤون خريطة الاستهدافات التي ينتهجها الاحتلال تجاه القطاع وسكانه؟ يعني واضح أن هذا العدو لم يتمكن حتى اللحظة من الخروج من أزمته الكارثية التي حلت به بنصر طوفان الأقصى ويوم 7 أكتوبر. هذا خرج من هزيمة محققة وهزيمة هشمت أسطورة هذا الجيش، هشمت بنيته، هشمت تركيبته، أفقدت أطراف الثقة أولا في داخله، وثم أفقدت الثقة بينه وبين المستوى السياسي، بينه وبين الجمهور، وبالتالي دخل في حرب فورا دون أن يلتقط أنفاسه. حالة الإرباك والارتباك التي لا زالت قائمة حتى اللحظة، والتي وصلت حتى أن يطالب الجيش المستوى السياسي بتحديد أهداف لهذه الحرب لكي يتمكن من رسم خطط للأهداف، أن يخوض جيش في حالة صعبة وفي حالة من الصدمة حربا بهذه الضراوة دون أن يكون لديه خطة وأهدافا واضحة، دون أن يكون لديه ثقة في بنيته في تركيبته بين مستوياته الثلاث، المستوى السياسي والمستوى العسكري والمستوى الرأي العام والجماهير جماهيره. هذه الحالة التي ذهب فيها إلى قطاع غزة زادت في إرباكها أولا الصمود الأسطوري للمقاومة باعتراف الكون كله، كل العالم، كل المحللين، كل الساسة، كل العسكريين اليوم يقولون أن ما يجري على أرض قطاع غزة فاجأ الجميع. هذا صمود أسطوري لم يكن متوقعا لا من الأصدقاء ولا من الأعداء. زاد من حتة وأزمة الاحتلال أيضا أنه لم يعد قادر على أن يدرك من أين يتلقى الضربات وكيف يتعاطى معها. لديه أزمة حقيقية على الحدود فلسطين المحتلة، الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع حزب الله والمقاومة هناك، ولديه أزمة حقيقية في مضيق باب المندب والملاحة وموضوع الاقتصادي والأزمة التي سببها للمجتمع الدولي وكذلك للولايات المتحدة، والتي تريد أن تجر دول العالم لتنخرط معها في حرب لا أحد له مصلحة بها. ولذلك أن تقول دولة مثل هولندا أنا لا أرغب ولكني سأشارك بمستشارين، هذه ضربة قوية للولايات المتحدة. أن تكون جبهة مثل الجبهة السورية أيضا حاضرة، أن تكون قواعد الجيش الأمريكي في العراق مهددة وتتلقى الضربات، أن تكون هناك دول مثل جنوب أفريقيا تذهب بإرادتها كدولة وكشعب إلى المحكمة العدل الدولية وتتقدم بقضية ضد جيش الاحتلال ودولة الاحتلال، أن تتصاعد بلا حدود
حالة التأييد الشعبي العالمي، وأن تعود القضية الوطنية الفلسطينية إلى صدارة الأحداث على وجه الأرض، وأن يتهشم المشروع الإمبريالي في المنطقة التي كانت تعد له الولايات المتحدة على قاعدة تسكين الشرق الأوسط لصالح الشرقين، شرق أوروبا وشرق آسيا. هذا الحال الذي نحن عليه الآن في ظل وجود قيادة في دولة الاحتلال فاسدة كذابة لا هدف لها إلا الهدف الذاتي، الهدف الذاتي لأطرافها، اسمح لنا لأن نعم اسمح لنا أستاذ العصابة عدنان الموجودة نعم اسمح لنا دولة فقط الاحتلال. أن نرحب معنا في ضيفنا أيضا في هذه الساعة الأستاذ جاد إسحاق، مدير معهد الأبحاث التطبيقية في القدس. مرحبا بكم معنا أستاذ جاد. مرحبا بك. كما تفضل معنا أستاذ عدنان أنه حرب غزة ربما كشفت الكثير من الأمور وعادت القضية الفلسطينية وقضية المقاومة إلى صدارة الأحداث حول العالم، ورغم كل ما تمر به المنطقة وغزة بالتحديد من مآس تعيشها لأكثر من 86 يوم إلا أنها لا زالت صامدة. كيف تقرؤون يعني المشهد الذي يعني سطر فيه فعلا الغزاويون أروع الملاحم بالثبات رغم ما يتلقونه من نيران من فوق ومن تحت ومن كل مكان، نيران وقصف بترسانة عسكرية يعني خطيرة؟ لقد كشفت الحرب الأخيرة مدى الحقد الدفين الموجود عند الجانب الإسرائيلي، والذي هو مرسخ كذلك في التوراة. إذا ما نظرتم إلى إذا ما اطلعتم على العهد القديم سفر أشعياء وما يقوم ما تقوم به إسرائيل من أو ضد المواطن، ضد المدنيين، ضد المستشفيات، ضد المدارس، ضد العمال الصحفيين، هم ينفذوا بالحقيقة أبشع جريمة مرت على الإنسانية. نعم أستاذ جاد، نعتذر منك قليلا فقط، نأخذ وقت مستقطع من التغطية لمتابعة الأذان في توقيت العراق بغداد، ونواصل التغطية معكم مشاهدينا، نعتذر للمقاطعة. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة الرافدين حول العدوان المستمر الصهيوني على قطاع غزة، وهذه عودة أخرى إلى الأستاذ جاد إسحاق والحديث عن ما كشفته الحرب على غزة. تفضل، كنت قد قاطعتك قبل الفاصل. شكرا. يعني في قانون الحروب هناك شيء يسمى التناسبية. نعم. إسرائيل غزت غزة ب 350 ألف جندي مقابل 50 ألف مقاتل فلسطيني، يعني 7 لـ1 النسبة. أين التناسبية؟ بالإضافة إلى هذا السلاح الطيران الذي يقوم بدك المباني والشوارع والبنية التحتية، وأضف إلى ذلك أنهم استوردوا حتى استقطبوا الجنود من فرنسا ومن أمريكا. أول من أمس اعترفت فرنسا أن هناك 5000 جندي فرنسي يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي. أين التناسبية؟ هذا لم نعهده في كل التاريخ، أن تقوم دولة مثل هذه الدولة التي هي دولة مسخ بكل الأحوال وفوق القانون، ومع ذلك الشرعية الدولية فشلت، مجلس الأمن لم يستطع أن يأخذ قرار بوقف الحرب ووقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني رغم كل المحاولات، لأن إسرائيل تعتمد في على الفيتو الأمريكي، ويتبجح جلعاد إردان ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة ويقول بأن لا داعي لأن نقوم بأي عمل في للتفكير بإعمار غزة أو عمل شيء لتخفيف معاناة الشعب.
فهو يقول أن غزة نحن نقوم حاليا، هو على لسانه، نحن نقوم بالاتصال حاليا مع أمريكا اللاتينية ومع الدول الأفريقية ودول أوروبية وآسيوية لأن يقوموا باستقبال الغزاويين. يعني هو يريد أن يفرغ غزة من أهلها، ويريد محو القضية الفلسطينية والقضاء عليها، ولكن لن يتمكن من ذلك. نشرك معنا في هذه التغطية وفي هذه الساعة الأستاذ صلاح الدين العواودة المختص في الشأن الفلسطيني. مرحبا بكم أستاذ صلاح. أستاذ صلاح الدين، هل تسمعني؟ هل أنت معنا؟ بعيد جدا، مش سامعنا. تسمعني الآن بصورة جيدة أم الصوت غير واضح؟ أحسن الله. طيب، يعني رغم إعلان الاحتلال أنه أكثر من شهر على إنهاء العمليات العسكرية في مناطق شمال غزة، يتواصل قصف الاحتلال على هذه المناطق في الشمال، إلى ما يؤشر ذلك أمام الشارع داخل الكيان المحتل؟ الصوت غير واضح؟ نعم. طيب، نحاول أن نعيد الاتصال مع حضراتكم ونحيل السؤال إلى الأستاذ عدنان. أستاذ عدنان، يعني رغم انتهاء العمليات العسكرية كما يدعي الاحتلال ويعلن أنها منذ شهر قد انتهت، لا زال القصف مستمر على مناطق في الشمال، أستاذ عدنان. يعني أعلن الاحتلال، قال أنه يريد اجتثاث حماس، يريد اجتثاث المقاومة والقضاء عليها على أرض غزة، ويريد ترحيل أهل غزة و إلغاء وجود غزة أصلا من الخارطة فلسطين. لكن واقع الحال أنه وهو سعى لذلك لأن يجعل من أرض غزة مكانا غير آمن ولا غير قابل للحياة الآدمية بالنسبة لمواطنين الفلسطينيين هناك، إلا أن واقع الحال الذي جرى أن غزة عصية على الأعداء، وحتى اللحظة رغم كل الجريمة المرتكبة بكل أركانها ورغم كل الدعم والمشاركة الرسمية الأمريكية، المشاركة العلنية ليس فقط بالإمداد بالسلاح والذخائر، ولكن أيضا المشاركة المباشرة البشرية بالمستشارين، بقوات الدلتا، ببلاك ووتر، إلى جانب ما ذكره الأستاذ جاد عن الفرنسيين. وأصلا حتى في عام 2015 كان هناك، حتى في أحداث حرب 2014 كان هناك مرتزقة 6500 مرتزق كانوا موجودين في الجيش الصهيوني. وبالتالي المعركة التي تدار على أرض غزة ليست معركة دولة الاحتلال، هذه معركة الصهيونية العالمية، والصهيونية العالمية ليست بالضرورة يهودية، فبايدن صهيوني وعديد الصهاينة في كل أنحاء العالم يشاركون الصهيونيين أحلامهم وأهدافهم، وبالتالي لم تعد غزة ولن تكون غزة يوما لا شمالها ولا جنوبها ولا وسطها آمنا لجيش الاحتلال. حتى الآن لا زال الشمال وبيت حانون، أمس بيت حانون بالمناسبة أبيدت كل مبانيها على الإطلاق، يعني لم يبقى في بيت حانون مبنى واحد، لم يبقى أحد في بيت حانون، ومع ذلك المعارك تدور على أرض بيت حانون. المقاومة الفلسطينية اليوم لم تعد فقط أعضاء الفصائل، لم يعودوا فقط أعضاء كتائب القسام وسرايا القدس وباقي فصائل المقاومة. المقاومة الفلسطينية الآن على أرض قطاع غزة هي كل الشعب، كل شعب في قطاع غزة هم جزء من المقاومة. لم تترك دولة الاحتلال ومعها الراعية الرسمية للحرب، أن تتخلص إسرائيل من أفراد حماس جعلت كل غزة أفراد في حماس وأفراد في المقاومة. نعم، لا وليس فقط غزة، يعني الآن انتشروا على وجه الأرض، يعني بقاع الأرض تعمقت أكثر بكثير مما كانت تتخيل الولايات المتحدة وربيبتها أو قاتلها الماجور. لأن أنا بالنسبة لي أقول هذه الدولة هي قاتل ماجور لا أكثر ولا أقل، يعني فلا نعيرها انتباه. صاحب الحرب وصاحب الجريمة هي الولايات المتحدة وعصابتها، وإلا هذا الإمداد اللامحدود، قفزوا على الديمقراطية وقفزوا على الكونغرس وقفزوا على الشفافية وقفزوا على الميزانية وقفزوا كل شيء قفز عليه لصالح القاتل المأجور في تل أبيب. وبالتالي لا يمكن بالوقائع على الأرض أن تكون هناك مقاومة
كل الشعب يلتف من حولها وتحقق إنجازات يومية بمقابل جيش مهزوم أولا، مهزوز ثانيا، منقسم ثالثا، لا يثق بذاته ولا يثق بقيادته، وجمهوره لا يثق به، وهناك أهداف وضعت لا يستطيع أن يحققها وبات يهرب منها لمحاولة إيجاد أهداف أخرى أيضا فاشلة وغير ممكنة التحقيق. وحين ذهب ليعيد أسراه الذي يقول إنهم 132 أسير، الذي يحصل أنه عدد القتلى والجرحى في أوساط هذا الجيش بات بالعشرات يوميا، ألويته وكتائبه صارت بحاجة لإعادة تدوير، إلى إعادة تنظيم، إلى إعادة هيكلة أثناء الحرب. أن يكون جيش سؤال. نعم أستاذ عدنان، سنحيل هذه النقطة إلى الأستاذ صلاح الدين. من هذه النقطة أستاذ صلاح الدين، هل تسمعني بصورة واضحة الآن؟ نعم أسمعك. من هذه النقطة التي ذكرها أستاذ عدنان، يعني الاحتلال سحب ألوية وأرجع ألوية أخرى، عاد ترتيبها، ولكن لحد هذه اللحظة لم يستطع تحقيق أي من الأهداف، لا التي رسمها ولا التي يريد أن يخطط لها. إضافة إلى ذلك، مشاركة الميليشيات والمرتزقة كما ذكر ضيوفنا الكرام، مشاركة هذه المرتزقة والميليشيات مع جيش معنوياته مهزومة، ما الذي سيفعله؟ خصوصا أن الاحتلال مع أنه لم ينهي المرحلة الأولى والأهداف التي رسمها في البداية، ولكنه يعلن الانتقال إلى المرحلة التالية. إلى أين يريد أن يصل جيش الاحتلال وقيادته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لك وللضيوف وللسادة المشاهدين. الاحتلال منذ البداية وهو يتبنى استراتيجية خاطئة وهي قائمة على التدمير وعلى قتل الأبرياء، وهو مستمر في هذه الاستراتيجية. هو عسكريا بكوب بشهادة كل الشهود، حتى المراقبين الداخليين من داخل الكيان يقرون، وحتى المقربين من الجيش يقرون بأن الجيش فشل في كل خططه وفي كل أهدافه، ولم يحقق شيء من أهداف الحرب حتى هذه اللحظة. الاحتلال يبني على أنه يرتكب جرائم كبيرة جدا بحق أهل قطاع غزة، تردع أيا كان عن التفكير بمهاجمة هذا الاحتلال، وهو يأتي في إطار فكر الاحتلال وعقيدته العسكرية المبنية على ما يسمى الردع. هو يريد أن يردع كل العرب، يردع كل المسلمين، أنه نرتكب مجازر لا يهمنا، نحن انجنينا بالعربي يعني هشتقعنا بالعبرية ولا أحد يعبث معنا. هذا ما يريد الاحتلال أن يفعله، يعني هو يمارس الإبادة، يمارس الإبادة والتدمير على هذا الأساس. هو في قناعته بأن هذه الحرب خاسرة بالنسبة له لو أراد أن يقاتل كعسكر لعسكر، يعني لو أراد أن يقاتل القوات المقاومة التي هي أساسا تقاتل بأسلوب الجريلا، وهي ليست جيش نظامي ولا تظهر أمام الجيش بشكل مباشر ولا يوجد لها قواعد عسكرية يمكن مهاجمتها. لو أراد هذا لما قصف المدن، ولما قصف السكان، ولما هجرهم، ولما طلب منهم المغادرة، ولا قصف المستشفيات ولا المرافق المدنية كلها. هو قائمة نظريته على أن يدمر أكبر قدر ممكن من البناء وأن يقتل أكبر عدد ممكن من الأبرياء. هذه الاستراتيجية التي يتبناها الاحتلال في قتاله. هو بالنسبة له هو حقق الكثير من هذا الجانب. أي هدف يريد أن يصل له من تدمير أكبر عدد من المباني؟ يعني الناس مستمرون بالبقاء، يقول لك نموت ندفن هنا ولا نخرج من غزة. إلى أين يريد أن يصل نتنياهو؟ هو يريد أن يصل إلى الردع، إلى الردع، إلى أنه يردع أي إنسان عربي أو مسلم أيا كان بأنه سيفكر في يوم من الأيام بغزو الكيان أو بمهاجمة الكيان أو بفتح حرب. هذا ما يريد الاحتلال. هذا اساسا هذا الفكر خاطئ، لانه استخدم سابقا ولم يردع احد، خصوصا المقاومه. يعني العلم في الصراع غير المتكافئ، العلوم السياسيه، العلوم العسكريه تقول ان الطرف الذي ليس دوله لا يمكن ردعه، لا يمكن ردع المقاومه بمثل هذا العمل. المقاومات، حركات المقاومه، حركات التحرر في التاريخ كله تعرضت للمجازر، تعرضت شعوبها للإبادة من قبل الاستعمار ومن قبل الخزم، ولم تردع ولم تردع ولم تردع. يعني لذلك أقول لك أنها استراتيجية خاطئة.
هو يريد أن يردع، ربما يردع دول، لكن يردع حركات تحرر. حركات التحرر لا يوجد شيء يردعها، لأن هدفها هدف استراتيجي هو التحرر، وهي مستعدة لبذل كل شيء في هذا الطريق، وتعلم بأن ارتكاب المجازر والإبادة هي سنن كل الدول الاستعمارية. هذا ما فعلته فرنسا في الجزائر، وما فعلته أمريكا في فيتنام وفي العراق في كل مكان. طيب أستاذ جاد، من هذه النقطة وبالتحديد نتنياهو يصرح بأن جيشه قادر أو يقاتل على كل المحاور، وأن الحرب مستمرة لشهور قادمة، يعني يهيئ إلى ويهيئ أنه الحرب مستمرة، ربما يهيئهم نفسيا معنويا على استمرارها. هل يستطيع الاحتلال الاستمرار لفترات طويلة في هذه الحرب التي استنزفت جيشه وآلياته واقتصاده عسكريا اقتصاديا معنويا؟ هل يستطيع الاستمرار بمثل هذه الحرب؟ وكما ذكر الأستاذ صلاح الدين، يعني هو لا يقاتل جيش نظامي ولا دولة، هم مقاومون باعوا أنفسهم في سبيل الوطن. بالنسبة لنتنياهو، هو يريد إطالة الحرب لأطول فترة ممكنة، لأنه يعلم أنه متى ما توقفت الحرب لن يبقى في الحكم لأي فترة، وسيذهب في مسبقة التاريخ. إذا من مصلحته هو حاليا أن يضحي بكل ما يستطيع من أجل البقاء في الحكم. عندما شكل كابينة الحرب وجد أن وانضم إليه غانتس أو آيزنكوت، الآن هو يقول أنه لن يبقي القرار بيد كابينة الحرب، وإنما يريد إلى الكابينة الإسرائيلي، لأنه تم تهديده من قبل بن غفير وسمودريتش، فبالتالي هو من مصلحته المحافظة على الحكومة الحالية التي مر عليها سنة، وبالتالي سيقوم بالاستغناء عن كابينة الحرب ويستمر في هذه المعركة. ليس هذا فقط، وإنما هو يطلب حاليا من الأمريكان أن يقوموا بتمويل إقامة حاجز تقني متقدم على معبر فيلادلفيا، بمعنى أنه يريد أن يسيطر على قطاع غزة وشريان الحياة ما بين قطاع غزة ومصر، أن يقوم هو بالسيطرة عليه لتصبح غزة أو ما تبقى منها على حسب حساباته تحت سيطرة كاملة إسرائيلية، ويجد الآن ويقومون الآن بالبحث عن عشائر أو روابط قرى جديدة لتسلم الشؤون المدنية في قطاع غزة، ولكن هذا المشروع فاشل. إذا نتنياهو هو في حالة إرباك قوي، يريد المحافظة على حكومته، ولا يريد وقف الحرب، ولا يريد حتى استعادة المخطوفين. هو كل همه أن يطيل الحرب إلى أطول فترة ممكنة، معتمدا على التأييد المطلق من أمريكا. وكان واضح، أنا يعني الأخ عدنان ذكر أن أنا في رأيي، ويمكن لا يتفق معي الكثيرين، ولكن أنا أشعر أن أمريكا هي مستعمرة صهيونية. من يدير الإدارة الأمريكية هو اللوبي الصهيوني والحكومة الإسرائيلية. الأمريكان هم من يعترفون أن أمريكا تبع لإسرائيل وليس العكس. يعني عندما اتخذ بلينكن القرار بتحويل 147 مليون دولار من الأسلحة لإسرائيل، لم يستشر الكونغرس. فأين هذه، أين الديمقراطية التي تتغنى بها أمريكا؟ من هذه النقطة أستاذ عدنان، حديث نتنياهو عن الحرب في كل الاتجاهات، وحديثه أيضا عن محور فيلادلفيا، ألا تعد تصريحاته على السيطرة على محور فيلادلفيا بالتحديد هو انتهاك لاتفاقية السلام مع القاهرة؟ أليس هناك تبعات لانتهاك هذه الاتفاقية؟ هؤلاء لا يعرفون اتفاقيات، ولا يعرفون سلام، ولا يعرفون مواثيق. خذوا خونة، خانوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء.
يعني فالله سبحانه وتعالى أهدى المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في هذه الأيام أن يكون لدى الأعداء مثل هذه القيادة الفاشلة الفاسدة الكاذبة والتي لا تفكر إلا بذاتها، وهذا نصر، هذا إنجاز عظيم لهذه المقاومة. لكن يسمح لي أخوي صلاح أقول له لا، رأي الولايات المتحدة هي الصهيونية، الصهيونية هي الولايات المتحدة، وهذا الصهيوني الصغير هذا قاتل مأجور لدى الصهيوني الأكبر بايدن، هذا هو الصهيوني الحقيقي. هؤلاء هناك صهاينة عرب، هناك صهاينة ألمان، هناك صهاينة الصهاينة في كل العالم منتشرين يعني، ويحاربون إلى جانب دولة الاحتلال، وهؤلاء قتل مأجورين لدى الصهيونية العالمية. على أي حال يضحون بهم، على أي حال الذي يجري على الأرض اليوم، ولكن في نقطة الاتفاقية وخرق هذه الاتفاقية، إذا كان الجانب المصري والجانب الأردني يتحدثون أن هناك اتفاقيات سلام ونحن ملتزمون فيها، فإذا ما خرقت إسرائيل اتفاقيات السلام والمعاهدات الموقعة بين الطرفين، ألا يتوقعون أن يكون هناك رد من الجانب المصري أو الأردني؟ حتى الآن هم لا يرون أحد حتى اللحظة، لكن الدرس التأديبي الذي يحصلون عليه كل يوم في قطاع غزة وعلى يد المقاومة والشعب الغزي سيتطور، والذي يعتقد أن بإمكان الاحتلال كما يفكر أن سنقتلهم بالجوع ولا بالعطش وبالمحاصرة ولن يستطيعوا الصمود شهر شهرين أسبوع، الحقيقة هم مش راح يقدروا يصمدوا أكثر من أسبوع على هذا المنوال وهذا الحال وهذا الكم من الخسائر، لأن الذي لا يتوقع جيش الاحتلال أنه أمام شعب لم يعد لديه ما يخسر. نعم. على الإطلاق، أنت لم تترك لي بيت ولم تترك لي غطاء ولا لباس ولا ماء ولا طعام ولا دواء، إذن ما الذي يدفعني، ما الذي يدفعني لمهادنتك؟ ما الذي يدفعني للقبول بك؟ ومن أين ستجد روابط قرى على أرض قطاع غزة؟ هل ستجدهم من العراة؟ هل ستجدهم من الآباء الذين فقدوا أسرهم؟ من الأطفال الذين فقدوا ذويهم؟ من سيكون جزءا من هذه المؤامرة مع غزة وشعب غزة؟ نعم. نحيل هذا السؤال إلى الأستاذ صلاح الدين. نعم، في هذه النقطة بالتحديد أستاذ صلاح الدين، الغزيين مصرين على البقاء رغم الدماء، رغم الموت، رغم المرض، رغم التشريد، رغم عدم وجود أي شيء من مقاومات الحياة، لا زالوا مصرين على البقاء. وكما ذكر الأستاذ عدنان، الاحتلال هو الذي ليس قادر على الاستمرار، بالتالي هو يواجه من؟ نتنياهو من يواجه في هذه الحرب؟ نتنياهو أولا يواجه أزمته الداخلية، ثانيا هو مشروع الصهيوني كله فشل، يعني بشهادة الغربيين بشهادة حلفاء الاحتلال وضباط سابقين في الولايات المتحدة وخبراء استراتيجيين في الغرب قبل غيرهم يشهدون بأن مشروع الكيان مشروع انتهى، يعني انتهى وقته، انتهت المهلة التي أعطيت له. الصهيونية العالمية تدرك ذلك، لكنهم يخوضون حربهم الأخيرة. الآن وصلوا لقناعة وأن قطاع غزة لن يغادر، أن أهل غزة الذين جربوا 48 وجربوا 67 ورأوا حياة اللجوء ورأوا حياة التفاوض مع الكيان الصهيوني وجربوا أوسلو جيدا وجربوا المقاومة ورأوا ماذا يمكن أن يحصل لهم وماذا يمكنهم أن يحصلوا، الآن كلهم يلتفون حول خيار المقاطعة، خيار المقاومة نتيجة لذلك، لأنهم رأوا أن المقاومة هي الوحيدة التي قادرة على كسر أنف هذا الاحتلال، هي القادرة الوحيدة التي أخرجت المستوطنات من عندهم. هم يرون أن انعدام المقاومة في الضفة الغربية وتبني خيار التسوية أذل الشعب الفلسطيني وصادر الأراضي وبنى المستوطنات وهود القدس، وكل يوم يقتل الفلسطيني في الضفة الغربية مجانا. هذه السنة 2023 500 شهيد في الضفة الغربية ولا يوجد مقاومة عمليا هناك، يعني الاحتلال يتغول ويقتل. المفروض أن الاحتلال الذي يتحدث عن روابط قرى أو عن إدارة مدنية موالية له في غزة، المفروض أنه يبادر لهذه الإدارة في الضفة الغربية ويقدم لها شيء.
ولكن ليس الموضوع بهذه الصورة، يعني هناك اشتباكات في مخيم جنين، هناك يعني عدة مرات لم يستطع اقتحام مخيم جنين وصارت هناك اقتحامات واعتقالات لكثير من المقاومين والفلسطينيين، ومع ذلك يقتل الفلسطينيين في كل مكان في الضفة الغربية ولا يقتصر الأمر على المقاومين في مخيم جنين أو في نابلس. هذه حالة عامة، حالة نضالية موجودة صحيح، لكن هو مستمر في القتل وفي مصادرة الأراضي وفي هدم البيوت بدون هذا. وليس هذه السنة فقط، يعني قبل أن نسمع بعرين الأسود وقبل أن نسمع بكتيبة جنين، والاحتلال لم يتوقف عن القتل. كل سنة هناك مئات الشهداء في الضفة الغربية بدون أن يكون هناك أي مقاومة. الاحتلال مجرم بطبيعته، لا يقدم لمن يسكت، لا يقدم له شيء، والتجربة أثبتت أنه ينسحب فقط تحت الضغط. أساساً ذهب إلى أوسلو تحت ضغط الانتفاضة الأولى وتحت ضغط المقاومة العسكرية، لأنه لم يكن أمامه من مخرج إلا الذهاب إلى التفاوض. طيب السؤال هنا أستاذ صلاح الدين، نعم السؤال هنا، لماذا فتح جبهة مع الضفة الغربية إذا كانت يعني لم تهيئ مقاومة ولم تبادره حتى بمواجهة بعد الخسائر التي تلقاها في غزة؟ هل يريد أن يحشد مقاومة أخرى في الضفة الغربية؟ هو أولا هذه استراتيجية خاطئة، هو يظن بأن القمع سيردع الفلسطينيين، إضافة إلى أن رغبته أصلا أيضا في تهجير الضفة الغربية. يعني الآن هو إذا استقر له الأمر كما يحلم في قطاع غزة، الدور على الضفة الغربية لتهجير الضفة الغربية. نعم. الاحتلال عنصري تهجيري بدون ما حصل في غزة، هو ليس معنيا بهدوء أحد. صحيح أن الجيش يقول بأننا لسنا في وارد حرب أو لا نريد حرب بالضفة الغربية، لكن ما يقوم به نتيجة الغباء أنه يقمع الناس حتى لا يثوروا، والقمع هو في النهاية من يثور الناس. هذه استراتيجية خاطئة تبناها كقتل المدنيين في قطاع غزة. هل سينهي المقاومة؟ هل سيردع المقاومة؟ لا بالتأكيد، هو يمارس إجرامه لتحقيق أهداف لا يمكن أن تتحقق. ولو كانت استراتيجيات الاحتلال تنجح لسكت الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 عام. هو استراتيجياته خاطئة دائما، يلجأ إلى الاغتيالات وإلى البطش وإلى القمع لإسكات الناس. هو لا يملك المنطق السليم الكومن سنس الذي تحدث عنه، أنه يجب أن تهدأ الأمور في الضفة الغربية حتى تستقر له. هو يمارس الإجرام، يعني ما فجر الانتفاضة الأولى أساسا إجرام الاحتلال الذي كان يضيق على الناس يوميا. أنا عشت هذه المرحلة، الحواجز اليومية، لم يكن هناك انتفاضة ولم يكن مقاومة. نعم. كانت الحواجز في الشوارع والتنكيل بالناس بدون سبب. لا، كانت منظمة التحرير قد أخرجت من بيروت، والمقاومة في الضفة الغربية تقريبا تم تصفيتها، ولكن الجيش كان يعربد ويعتدي على الناس يوميا والمستوطنون، وبالتالي هذا فجر الانتفاضة. وثم جاءت مجزرة الشجاعية التي فجرت الانتفاضة الأولى، وبالتالي إجرام الاحتلال هو ما يدفع للمقاومة نتيجة الحماقة، نتيجة استراتيجيات خاطئة وعنصرية بالدرجة الأولى. نعم. هو يرى أن علاقته مع الفلسطينيين قائمة على القمع بغض النظر ماذا يفعل الفلسطيني. من هذه النقطة أستاذ صلاح الدين نتحول بالسؤال إلى الأستاذ جاد. وزير الخارجية في حكومة الاحتلال إيلي كوهين يقول أن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية هجوم 7 أكتوبر. ما الذي دفع كوهين إلى هذا التصريح بهذا التاريخ بالتحديد؟ هل بدأت الحكومة، حكومة الاحتلال والأطراف، تتصارع فيما بينها وتتخلى عن المسؤولية وتتقاذف كرة اللهب فيما بينها؟ تصريح وزير الخارجية الذي تم استبداله الآن، هو وزير شؤون الطاقة بينما استلم إسرائيل كاتس حاليا وزير الخارجية، إنما هذا التصريح أنا في رأيي أنه كان الهدف منه أن تبدأ لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر فورا، لأن نتنياهو سيحاول أن يوجه التهم إلى الجميع باستثناء نفسه، سيحاول توجيه التهمة إلى الموساد، إلى الشباك، إلى الجيش، وإلى أي شخص آخر، ولكن هو يريد أن يحتفظ بنفسه وأنه وكأنه هو خارج اللعبة. وبالتالي كان وزير الخارجية عندما أطلق تصريحه أنه يجب البدء بالتحقيق الآن، هو الهدف منه كما يعني أتوقع
أنه قبل مغادرته أراد أن يسجل هذا الموقف، لأن القيادة المسؤولة هي الحكومة وعلى رأسها نتنياهو وليس الجهاز التنفيذي. طيب أستاذ عدنان، الوزير أيضا دعا إلى ضرورة تشكيل لجنة لمحاسبة المقصرين، كيف تقرؤون هذه الدعوة بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والخسائر الاقتصادية والعسكرية والبشرية التي يتلقاها الاحتلال، وهو أمر ربما لم يعتد عليه أو تعتد عليه الحكومة داخل الكيان أنها تشكل لجان وتحاسب المقصرين وربما على الملأ؟ المؤسسة السياسية والأمنية في دولة الاحتلال منقسمة إلى ثلاث أقسام. قسم يعلن أنه يتحمل المسؤولية كما فعل رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع، وقسم يدعو إلى التحقيق لتحميل المسؤوليات لأصحابها كما يفعل وزير الخارجية السابق، وقسم الذي هو مكون فقط من ثلاثة، نتنياهو بن جفير وسموتريتش، الذي لا يعترف بمسؤوليته ولا يقبل أن يسائله أحد، ويريد هو أن يصبح سيد الاتهام وسيد الموقف وأن يسوق حالة جديدة بالنار إن أمكنه ذلك لكي يهرب إلى الأمام، يحقق إنجاز ضد الشعب الفلسطيني، ويستطيع أن بواسطته أن يقف سائلا لا مسؤولا عن الفشل الذريع الذي مني به. ولكن مصيبة نتنياهو الغبي ومن معه الأكثر غباء أنه لا يعرف أن السؤال سيكون أيضا، وهذا هو المهم، ليس فقط هزيمة 7 أكتوبر. طب ما كل يوم عندك هزيمة، كل يوم الصبح بتصحى على هزيمة جديدة من المقاومة الفلسطينية على أرض قطاع غزة، كل يوم الصبح بتصحى على فشل جديد، أنت ما عندكيش إلا عدد الشهداء وعدد الجرحى وعدد المستشفيات اللي دمرتها وعدد مضخات المياه ومضخات الصرف الصحي والوقود والمياه والطعام والأدوية، هذول هن إنجازاتك الوحيدات على وجه الأرض في قطاع غزة. ولكن بالمقابل أنت يوميا تقدم عشرات الجنود والضباط جرحى وقتلى على أرض قطاع غزة، الدولة الأولى يمكن في العالم اللي أعلنت حالة الطوارئ النفسية، لأنه اليوم في عنا أمراض جديدة عندهم، في مرض اسمه كابوس 7 أكتوبر، وفي مرض اسمه كابوس غزة الحرب الدائرة، في اللي بيصحوا من النوم يطخوا، واللي أعلنوا رفضهم للخدمة، واللي أصيبوا بالصدمة والانتحار، واللي بيدوروا بالشوارع زي المجانين يبحثون عن حل حالتهم النفسية. هذا الحال أنت لا تستطيع، ولذلك أنا قلت لن يصمد هذا الجيش وسيضطر، وأمريكا تنصح يوميا اذهب إلى المرحلة الثالثة، لا تبقى هناك، سيضطر في نهاية الأسبوع القادم الذي نحن فيه، قبل بداية الأسبوع القادم وبعد الخروج من الأعياد، سيضطر إلى الذهاب إلى المرحلة الثالثة لأنها ستمنحه بعضا من راحة، وسيضطر ولو أنه سيؤسس لخديعة، لكنه سيضطر إلى الذهاب إلى وقف الحرب والاستجابة لشروط المقاومة، غير قادر هذا الجيش. هنا سنسأل هذا السؤال بعد أن نأخذ هذه المادة مشاهدينا، قبل مواصلة الحوار مع ضيوفنا الكرام نقف قليلا مع تقرير الإنفوغرافيك التالي، والذي يظهر تنامي الغضب الشعبي العالمي إزاء استمرار المجازر في غزة وسط اتهامات لزعماء الغرب بالتواطؤ مع إسرائيل ودعمها.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة الرافدين. أستاذ صلاح الدين، يعني كما ذكرنا أن المقاومة هي من تفرض اليوم وجودها على الأرض. المقاومة تقول لا نفاوض، لا نهادن، لا نبادل إلا بعد وقف إطلاق النار. بالتالي من يمسك بالأرض؟ هل من يملك الجو أم من يسيطر على ما هو تحت الأرض؟ أعد السؤال لو سمحت. يعني المقاومة تقول لا نفاوض إلا مع وقف إطلاق النار، بالتالي من يسيطر على المشهد؟ هل من يملك الطائرات والصواريخ أم من يسيطر على ما هو تحت الأرض؟ لا، بالتأكيد في النهاية من يحدد المشهد هو المقاومة على الأرض وتحت الأرض. يعني الاحتلال لو كان يستطيع أن يحسم المشهد من خلال سلاح الجو لا حسمه منذ الشهر الأول. يعني لا ألقى قنبلة ذرية على قطاع غزة وانتهى الأمر، لكن هو يدرك أنه لا يستطيع أن يحسم. قلت لك هو يريد أن يبتز الناس في قتل الأبرياء، يبتز المجتمع الدولي ويريد أن يردع الناس في قتل الأبرياء، وهذا لا يحسم المعركة في النهاية. في النهاية لو استمر أشهر أخرى أيضا وهو يلقي النيران من الجو لن يحسم المعركة، وهذا ما أدخله مريا إلى قطاع غزة. الآن الامتحان هو على الأرض، هو يبدي فشل حتى هذه اللحظة. المراقبون يقولون أنه فشل، كما فشل في الجو فشل بريا، يفشل على الأرض. في النهاية الموجودون على الأرض هم من يحددون، كونه لم يسيطر حتى الآن على كيلو متر واحد من قطاع غزة، بمعنى لا يوجد مقاومة، وبمعنى أن الأمور استتبت له، دليل على أن أهل الأرض هم من يفرضون الشروط وليس هو. هو ما زال ويتحدث نتنياهو عن أشهر إضافية من القتال، لماذا؟ لأنه نجح؟ بالعكس، يعني هذا دليل على أنه فشل، لم يحقق شيء، لذلك هو مستمر بالقتال. المراقبون يقولون أمامهم حرب استنزاف طويلة مع المقاومة لأنها تنتهج أسلوب الجريلا كما يقولون، أي حرب العصابات، وأسلوب الجريلا لا يمكن حسم المعركة فيه. هذه حرب استنزاف طويلة والجيش ليس جاهزا لها. هو يتحدث عن تكتيكات الآن سيطرة على شريط حدودي بعمق كيلومتر تتمركز فيه القوات، ثم تقوم بعمليات جراحية داخل قطاع غزة حسب المعلومات وحسب الحاجة، وهذا يعني حرب تستمر لعشرين سنة، لأنه بهذه الطريقة وبكل الطرق التي أمامه لا يستطيع أن يحسم معركة مع المقاومة. لذلك هو الآن يعيد خططه ويعيد ترتيباته لمعركة ستستمر سنوات طويلة مع المقاومة، وبالتالي ما دام لا يستطيع حسم المعركة مع المقاومة إذن هو لا يستطيع أن يقول كلمته، في النهاية ستبقى كلمة المقاومة على الأرض. بالتالي هنا يعني كما ذكر الأستاذ عدنان أن الشعب الغزي ليس لديه ما يخسره اليوم من أجل أن يفاوض عليه، هو نتنياهو وحكومته وجيشه واقتصاده، هو من يخسر، من يستطيع الصمود إلى آخر هذه المرحلة؟ هو بالتأكيد لن يستطيع الصمود. في النهاية لو عرض على قطاع غزة، على المقاومة، أننا سندمر قطاع غزة إذا لم تستجيبوا، ربما فكر قطاع غزة، لكن كما قال الدكتور عدنان، يعني بعد كل هذا الدمار على ماذا سيفاوض قطاع غزة؟ لماذا سيستسلم؟ من ماذا سيخاف؟ لم يعد لقطاع غزة ما يخسره، لذلك سيقاتل حتى النهاية. وأهل غزة معتادون على الصبر. يعني بالمناسبة التكتيكات الحصار التي استخدمها الاحتلال في خلال 17 عاما الماضية كان يظن أنه من خلالها سيكثر الناس، يعني كان يعد عليهم أنفاسهم، يعد عليهم الماء والطعام، ويعد عليهم السلع التي يدخلها. في النهاية ماذا حصل في 7 أكتوبر؟ وليس في 7 أكتوبر فقط، حصل هجوم بأسلحة وبكميات أسلحة فاجأته كما فاجأه الهجوم نفسه. يعني التقارير التي تحدثوا عنها في الإعلام عن كميات المتفجرات، عن كميات الصواريخ، عن حجم الأنفاق، حجم الاستثمارات في الأنفاق، كميات، ويعني كلها أشياء خيالية بالنسبة للاحتلال لم يتوقعها. لذلك هو لا يستطيع أن يتوقع قدرة أهل غزة على الصمود. ما ألقي على غزة من القنابل كفيل بأن يبيد القطاع وأن يهجر الناس، لكن هذا شعب مختلف. العالم كله متفاجئ من صمود قطاع غزة ومن صمود أهل قطاع غزة. لذلك أقول لك أن استراتيجياته فاشلة. هو يظن أن بهذا الكم من التفجير والقتل يردع المقاومة ولا ترتدع. هو يظن بأن هذا القتل والتهجير سيهجر الناس من بيوتهم. شكرا لكم. لن يتهجر.
شكرا لكم الأستاذ صلاح الدين العواودة المختص في الشأن الفلسطيني، كنت معنا من إسطنبول. ونشكر ضيفينا من جنين رئيس مركز جنين للإعلام الأستاذ عدنان الصباح، شكرا لكم. ومن الضفة الغربية مدير معهد الأبحاث التطبيقية في القدس الأستاذ جاد الحق، شكرا، أو عفوا جاد إسحاق، شكرا جزيلا لحضوركم معنا. ونشكركم مشاهدينا على المتابعة. إلى اللقاء.